الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم نادر الطنيجي، ورحب بكم عبر هذه النشرة الإخبارية ومن خلال المنصة الإعلامية لنادي الإمارات الثقافي الرياضي، وانطلاقا من باب الشراكة الرياضية وإطلاعكم على أبرز أخبار أندية رأس الخيمة الرياضية، سعيا منا لإبراز الجهود والفعاليات والأنشطة التي تقدمها للمجتمع. دعونا نستعرض معكم أخبار وفعاليات وأنشطة أندية الإمارة في الفترة الماضية، ونبدأها مع نادي مسافي، حيث استغل نادي مسافي إجازة طلبة المدارس ونظم نشاطا رياضيا للأطفال بعنوان التوجيه الرياضي من أجل تحقيق المتعة والتسلية التي تسهم في تنمية سلوكهم وشخصياتهم بأبعاده المختلفة العقلية والجسمية والوجدانية. ومن جانب آخر، وضمن بطولة ألعاب القوى التخصصية فئة الرجال تخصص رمي القرص، أحرز لاعب نادي مسافي علاء عقيل الجاسم المركز الثالث، وحصل على الميدالية البرونزية في البطولة. وإلى نادي رأس الخيمة، حيث حقق فريق تحت 16 سنة الفوز على فريق الذيد بنتيجة 3-2، وكانت هذه المباراة من أبرز مباريات الدور الثاني في المجموعة الثانية في الدوري الناشئين، ويضم الفريق نخبة من اللاعبين المتميزين وهم عبد الله طارق وعلي سعيد وأحمد غلام وناصر خليفة، وتم اختيار الأخير ضمن تشكيلة المنتخب الوطني للناشئين، ويتصدر فريق رأس الخيمة حاليا المجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني. أما فريق الأشبال تحت 13 سنة فهو فريق النخبة في النادي، وينافس على بطولة الأشبال، ويضم نخبة من الموهوبين أمثال أصيل محمد بكار وفارس أحمد صالح وعبد الله جمعة وعمر توفيق. وننتقل إلى نادي الجزيرة الحمراء، حيث أطلق نادي الجزيرة الحمراء الثقافي الرياضي برنامج التحفيز والتكريم لموظفيه، الذي يهدف إلى تطوير الأداء العام للنادي ورفع مستوى إنتاجية الموظفين والمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة النادي الجوهرية وتنفيذ خططه الاستراتيجية. وعلى صعيد كرة القدم بنادي الجزيرة الحمراء، تم إضافة بعض العناصر المواطنة بعدد 3 لاعبين للفريق الأول، وذلك لتقديم صورة طيبة للفريق والعمل الجاري بإجراء بعض المباريات الودية استعدادا للدور الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى. وإلى نادي التعاون، حيث قامت إدارة نادي التعاون بدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من اللاعبين أمثال أحمد مجدي سعيد واللاعب بوشعيب سفياني واللاعب خليل حسن خليل، وذلك سعيا من إدارة النادي للاستعانة بعدد من اللاعبين الذين يقدمون الإضافة للفريق والظهور بصورة طيبة خلال الدور الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى لإسعاد جماهير ومحبي النادي. ومن نادي التعاون إلى نادي الرمس، حيث تعادل الفريق الأول بنادي الرمس مع حتى بنتيجة 1-1 في مباراة مثيرة ضمن دوري أندية الدرجة الأولى، ليرفع الرمس رصيده إلى 10 نقاط. ومن جانب آخر، قام سعادة سالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي الرمس وبجانبه مشرف الفريق الأول لكرة القدم بزيارة اللاعب تياغو الذي أجرى عملية جراحية بمستشفى صقر تكللت ولله الحمد بالنجاح. وضمن أخبار نادي الرمس، أحرز فريق ألعاب القوى الميدالية الفضية والبرونزية في البطولة التخصصية الأولى لألعاب القوى في العدو والوثب والحواجز على مستوى الدولة، والتي أقيمت في نادي ضباط شرطة دبي. ونختتم نشرتنا الإخبارية مع نادي الإمارات، حيث اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين بفوز ثمين على فريق عجمان بقيادة المدرب أيمن الرمادي، وسيدخل الفريق الفترة القادمة في معسكر مغلق استعدادا للدور الثاني الذي سيسعى خلاله الفريق للظهور بصورة مختلفة عن الدور الأول لإسعاد جماهير النادي.
ومن جانب آخر تواصل المراحل السنية لكرة القدم مشوارها الناجح من بداية الموسم والانتصارات اللافتة على مستوى الفرق السنية، مما يدل على المجهود الكبير الذي تبذله العناصر الإدارية والفنية مع كل الفرق. وعلى صعيد فرق ألعاب القوى، شارك الفريق مؤخرا في بطولة كأس رئيس الدولة وحصد 18 ميدالية ملونة، وقامت إدارة النادي بالاحتفاء بالجهاز الإداري والفني وبلاعبي ولاعبات الفريق وتكريمهم والإشادة بجهودهم. وختام أخبار النشرة، حيث وقع نادي الإمارات اتفاقية تعاون وشراكة مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، يتم بموجبها تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج والأنشطة المشتركة بما يخدم المجتمع. كما استضاف النادي على هامش الاتفاقية أمسية شعرية من تنظيم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وشارك فيها عدد من الشعراء على مستوى الدولة. وإلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وإلى الملتقى قريبا. تحياتي لكم، محدثكم ناظر الطنيجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.